نتعرف الأول ببعض. أنا اسمي محمود طعيمة، مهندس معماري وبم. مبدئيا خلينا نتكلم في البداية عن فكرة البيم أو فكرة ممارسة البيم في مجال العمار أو الإنشاءات. طبعا أكيد كلكم بتشتغلوا كاد، أو حد منكم أكيد متميز في الكاد أكيد. يعني في فرق دايما بنتكلم فيه ما بين الكاد والبيم أو سيستم الكاد، اللي هو الكمبيوتر ادنج ديزاين، والبيم اللي هو بيلدنج انفورميشن موديل. الفرق ما بينهم هو الانفورميشن. يعني ايه؟ يعني احنا في بداية الرسم الهندسي، يمكن انتم ما حضرتوش الكلام ده، احنا كنا بنرسم بايدينا على بورد كبير، وبترسم بايدك بالرصاص، وبعد كده بتبدأ تجيب حبر وتبدأ تعمل تحبير. الكلام ده، الحاجات دي كلها احنا اتعلمنا عليها، الجيل بتاعنا اتعلم عليها. بعد كده طلعت الثورة بتاعت الكاد ادنج ديزاين او الاوتوكاد، طبعا عملت انقلاب في عالم الهندسة. يمكن الكلام ده كان بدأ سنة 1992 تقريبا. بعد كده 2007 ابتدى الانقلاب الثاني، اللي هو انقلاب البيم في مجال الهندسة، وابتدى ياخد وضعه لما الحكومات ابتدت توصي بتنفيذه، لأنه بيساعد في حاجات كتير أوي هنعرفها دلوقتي. أوكي؟ هي فكرة البيم هو الربط ما بين الانفورميشن والرسوم. يعني أي حاجة بتعملها أنت بتحط عليها الداتا بتاعتك. يعني تاني، لما بنيجي نتكلم على البيم، بنتكلم بنقول ان احنا بنبني بالبيم، we are built by BIM، ما بنقولش احنا بنرسم بالبيم. الفكرة في ايه؟ احنا دايما بنقول فكرة بسيطة. لو انت عندك مبنى او مبنيين نفس التصميم في نفس المكان، اتطلب منك تعمل المبنيين دول انت كمهندس، واحد السنة دي وواحد السنة الجاية، تعملهمش مع بعض. تمام؟ المبنى الأول لما تبدأ تبنيه هيقابلك مشاكل كتير وتحلها، صح؟ في مين هنا بيشتغل في مواقع، في شانتيه أو في التنفيذ؟ حد منكم اشتغل في التنفيذ قبل كده؟ مواقع؟ حد منكم بنى في الطبيعة شانتيه؟ حد اشتغل في الشانتيه؟ اللي بيشتغل في الشانتيه يمكن يفهم كلامي كويس. المهندس اللي بيشتغل في الشانتيه بيوصل له تصميمات هندسية من جهات متعددة، منها الالكتريكال، ومنها البلومبنج، ومنها الاستراكشر، ومنها الاركتكشر. ولما بتزيد المبنى بندخل في سيستمز جديده زي الفاير الارم والفاير فايتنج وحاجات كتيره، سيستمز ملهاش نهايه تعتمد على المبنى. السيستمز دي لازم تتعامل مع بعضها، لازم تتداخل مع بعضها، زي كده جسم الإنسان بتداخل الشرايين مع الأجهزة مع كل حاجة وبتشتغل مع بعضها. المبنى نفس الموضوع. لما كل جهة بتشتغل لوحدها بالنظام القديم، كان أكيد بيحصل حاجة اسمها مس كولابريشن، يعني ما بيحصلش تعاون ما بينهم، ما بيبقوش شايفين بعض، كل واحد بيبقى شغال لوحده، والتواصل ما بينهم بيبقى عن طريق الميتنج اللي مثلا ممكن ما بتبقاش كافية للتنظيم ده. فمبدئيا خلينا نرجع للمثال بتاعنا تاني، عشان يعني الأمور، أنا ما بحبش الكلام النظري عموما. يعني احنا ايه، يعني احنا بس بنتعرف يعني 10 دقايق كده، واعتقد ان انتوا هتخرجوا النهاردة بترسموا ريفت ان شاء الله. تمام؟ يعني انا بس بحاول دايما اكسر الحاجز النفسي، نتناقش مع بعض، انا اعرف فايدة الحاجة اللي احنا بنتعلمها. بعد كده ببدأ ادخل معاك في الرسم على طول، وبرجع تاني للنظري بعد كده. اوكي؟ بس اهم حاجة ان انت تبقى فاميليار مع السيستم واحدة واحدة. فمبدئيا لو انت طلب منك تبني العمارتين دول، هتبني المبنى الاول. اول واحد هيقابلك فيه مشاكل في ان الالكتريك ما خدش باله ان المفروض يفتح لاجين في الاستراكشر، فمش عارف جه يوصل توصيلات ولقى فيها مشاكل، فالناس اجتمعت وحلت وبيجتمعوا تاني والكلام ده، فلغايه ما ايه، ما المبنى بيخلص، فبتبقى كل المشاكل اتحلت. طيب
لما تيجي تبني المبنى التاني هل هتقابلك نفس المشاكل؟ أكيد لأ، صح؟ ليه؟ لأن نفس المشاكل هتكون حلتها في المبنى التاني، فبالتالي لما تيجي تنفذه على الطبيعة مرة تانية في المبنى التاني هتلاقي إن المبنى بيتنفذ بكل سهولة. أوكي ليه؟ لأن خلاص أنت حليت كل المشاكل، حليت مشاكل البروكيورمنت، حليت مشاكل الديزاينز، الكولابريشن، كل حاجة، كل حاجة اتحلت، مشاكلك كلها اتحلت. هي دي فكرة البيم. فكرة البيم إن إحنا بنبني المبنى على الفيرتشوال رياليتي الأول، فكل المشاكل اللي كانت بتقابلنا على الطبيعة وكنا بنحلها بتقابلنا وإحنا بنبني المبنى على الفيرتشوال رياليتي، تمام؟ فمجرد ما بتبني المبنى وبتخلصه على الفيرتشوال رياليتي بيكون عندك حلول لكل المشاكل اللي ممكن تقابلك بضغطة زر زي ما بنقول، أو بضغطة زرار بتطلع تصميمات كاملة للمبنى فيها الكولابريشن ما بين الناس، وفيها زيرو كوردينيشن ايرور، مفيش فيها مشاكل في الكوردينيشن خالص، فبالتالي لما بتنزل تنفذها على الطبيعة ما بيحصلكش مشاكل. اوكي، في فيديو صغير انا عامله هبقى اشيره ليكم تتفرجوا عليه عشان ما نكترش الكلام في الموضوع ده، في بقى البنفيتس الكلام ده كله، لو في حاجات كده لذيذة. اوكي، فده اول فيديو، بس الفكرة كلها ان في البيم لازم بنعمل جروب مع بعض كلنا، يا ريت لو في حد منكم يتكلف بالموضوع ده ان هو يعمل جروب على الواتساب او على التليجرام يدخل فيه كل الناس اللي موجودين معانا في السيستم، يعمل لهم انفيتيشن. ما اعرفش ممكن يحصل على الداتا دي ازاي، بس طبعا بمساعدة الاستاذ ياسين، بحيث ان اي انا هديكم داتا معينة تدرسوها، فاعتقد ان الداتا دي لما تنزل على الجروب يبقى احسن، ويبقى في تواصل كمان وانتوا بتنفذوا او وانتوا بتطبقوا، ممكن حد يقابله اي مشكله يناقشني فيها او يحط مشكلته، لو حد منكم يقدر يجاوبها خلاص، لو محدش قدر انا بجاوبها او بعمل زوم عليها في المحاضره اللي بعدها. اوكي، يا ريت حد منكم يتكلم بالموضوع ده، يمكن في اخر المحاضره وانا بقى نشوف المعلومات. تاني حاجة أنا عايز منكم معلومات مبدئية لكل واحد معانا، يعني معلش أنا كاتبها كده، بس هي عموما دي الداتا اللي دايما بناخدها في الحاجات اللي زي كده. يعني في النيم، الكومباني هو بيشتغل فين، سبيشاليزيشن اللي هو التخصص بتاعه، تمام، الجريد مع تخرجك كان امتى او سنة التخرج، الفون والايميل، تمام. يا ريت الداتا دي كمان يعني اول ما نعمل الجروب كل واحد يكتب الداتا بتاعته في الجروب بنفس الطريقة، يحطها على فايل اكسل صغير ويبعتها عشان ناخده كوبي بيست على طول، ما نقعدش بقى ايه نضيع وقت في التنظيم. اوكي، دي يمكن كانت جزء من الخبرة بتاعتي، أنا مهندس معماري من سنة 94، وكان في خبرات معينة أنا اشتغلت فيها، ويمكن اهتمامي بالبيم جه عن طريق الخبرات. إزاي؟ أنا بداية عملي كمهندس معماري كان ديزاين عادي، ديزاينر وبعمل تصميمات وكده، كان عندي شركة في مصر. وبعدين بعد كده بقت شركة مقاولات اسمها فيجن، ودي بدأت من سنة 94، ونشاطها وقف سنة 2012. طبعا لظروف مصر في الوقت ده أكيد أنتوا كنتوا عارفينها كلكم، إحنا وقفنا شغلنا وابتدينا نشوف. أنا عملت شركة بعد كده في قطر اسمها تيتكو، ودي كانت من 2013 لغاية 2017 تقريبا، وهي لسه مستمرة لغاية دلوقتي بإشراف مني بس عن ديستانس. وعندنا هنا في المغرب بيم اف سي أو بيم فور كونستراكشن، تمام، ودي الشركة اللي احنا بنشتغل بيها في المغرب، اللي هو تخصصها الأساسي هو البيم سيرفيس. بيم سيرفيس عبارة عن ايه؟ عبارة عن أي ديزاين يتعمل بالبيم، اي تريننج، اي موف تو بيم لاي مكتب سواء معماري او بيرد او
وات ايفر في اي تخصصات او شركه مقاولات، اي حد بيشتغل في مجال البناء. دي اول مشروع عملته في البيم، وده كان سنه 2016، وده كان مبنى خاص باداره الجمارك ده في قطر، ودي كانت النتائج اللي طالعه من التصميمات. طبعا المبنى ده اتنفذ وشغال حاليا، بس يعني ايه، انا مجرد ان انا بوريكم ممكن السيستم البيم يطلع لنا مستوى من التصميمات عامل ازاي في الاخر. يعني دي البلانز اهي، هنا ابتدينا ناخد شوتس داخليه في كل مكان. والموضوع ده انتوا هتعرفوا ان هو سهل جدا لما بتبدا تشتغل بالسيستم ده. انت خلاص، احنا قلنا ان انت بنيت المبنى على الجهاز الشغال، خلاص طالما بنيت المبنى يبقى زي المبنى اللي انت قاعد فيه، تقدر تتجول في اي مكان، تقدر تاخد شوتس في اي مكان، تقدر تشوف حاجات كتير. فدي حتى هنا البلان بتحدد المكان، هنا الشوتس، يعني نعدي الحاجات دي بسرعة. تمام كده، اهي تقريبا في كل اماكن المبنى. ده المبنى ده كان بنركز اكتر فيه، او البيم كان مركز اكتر فيه على الانتيريور ديزاين. يمكن الاعمال الانشائيه ما كانوش لسه اهتموا. فدي كده صور سريعه، كل دي طبعا انت لو شغال بسيستم لو شغال بسيستم الكاد، حبيت تعمل الشغل ده بياخد منك اضعاف اضعاف الوقت، بس بالسيستم بتاع البن ما بياخدش منك شغل خالص. ليه بياخد منك اضعاف الوقت؟ مش لان البرامج صعبه، لا، هي كل حاجه بتقدر تعملها، بس هي الفكره في انك بترسم الحاجه كامله. يعني انا كنت مثلا ارسم في الكاد، وبعدين ارجع تاني ارسم في 3 دي ماكس، وبعدين ارجع تالت ارسم مش عارف في الروبوت، بعدين ارجع تاني ارسم، مش برسم 100 مره البتاع. في السيستم بتاعنا انت بترسم مره واحده وبعد كده بتاخده لاي مكان بتتعمل. اوكي، بيحصل كومبايلنج من البروجرام وتقدر تاخده لشغل جديد تشتغل عليه. دي فيلا صغيره او حاجه كده من الحاجات برضو اللي معموله بالبيم. ملاحظين طبعا الديتيلز اللي معموله المعماريه، وبرضو في هنا قدرنا ناخد سيكشنز في كل او كوب في كل ايتاج بحيث احنا نعرف التكوين الداخلي. قدرنا نعمل الكونكريت ونبدا نعمل لها موديلنج ونشوف شكلها ونعالجها وناخد منها داتا. ابتدينا، ده برضو مشروع معماري تاني. تمام، ودي المشاريع اللي ايه اللي اتعملت في الفترة. اوكي طيب، لو جينا نشوف ايه الحاجة اللي انا بستفيدها من البيم، او بعد ما بخلص الشغل ايه الحاجات اللي انا بستفيدها منه، يعني ايه الميزات اللي انا باخدها منه. في كده مثال انا عامله، يعني زي حاجة زي كده، ده ستوكاج لشركة أفريقيا في الجرف، اتعمل بسيستم البيم. وبعد ما عملنا الموديل وعملناه ريندر، حبينا نعمله سيستم للإظهار، إن أنت تقدر تمشي في كل مكان جوه. تمام، وتقدر تاخد داتا من أي مكان توصل. فكنا عملنا ده، بس على ما يحمل هوريكم حاجة تانية. وفي حاجة برضو كان ده مثلا ستوكاج اهو،
طبعا انتوا شايفين الحرية بتاعتك، انت شايف اهو المبنى قدامك، انا بشتغل بالماوس عادي. المبنى ده تقدر تحمله، يعني هنا هو موجود اهو قدامي، تمام. بلف لو عايز، لو انا تعبان من الماوس مش عايز الف بدوس على دي، هو بيلف لوحده وبيفرجه، تمام اهو. طيب انا مثلا لو انا عايز اروح هناك اقف في الحته دي، انا عامل اوريدي بيفوت هنا واداني المكان ده وابتديت اشوف ديتيلز تانية اهو، تمام. ده ستوكاج، دي شركة أفريقيا للبترول، اللي هو ستوكاج بتاع في الجرف بيبقى عبارة عن التانك اللي بيتفرغ منها السفن في الميناء، ويبدأ بعد كده يديها في التراكات اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي بعد كده بتروح للستيشن اللي موجودة في الشرق، تمام. فدي حاجة هي من الحاجات. طيب أنا دلوقتي شايفه هنا، طب لو أنا جيت هنا اللي هي سهولة العمل، لو أنا مثلا حبيت أفتحه من التابلت هلاقيه متاح برضو أهو، أهو هو نفسه، يبقى أنا في كونكشن ما بيني وبين اللي موجود في الشنطير، ممكن يفتحه من التابلت، ممكن يفتحه من الموبايل، ممكن يفتحه من جهاز الكمبيوتر، أوكي. طيب أنا دلوقتي مثلا لو أنا بعد ما أخلص تجويل كده مثلا، طبعا أنتوا شايفين مستوى العمل، يعني ستيل مرسوم، كل حاجة مرسومة. لو إحنا رحنا المكان اللي هناك ده هتلاقي إن ظهر لك اتجاه جديد أهو، تمام. طيب افرض إن أنا مثلا عندي رسومات لحاجة معينة وعايز اللي بيتمشى في المكان ده أديله الداتا دي أو أخليه يعمل سبوت عليه. طيب في هنا لينك، طبعا اللينك ده لو انا دوست عليه هيفتح لي حاجة ظريفة جدا، وهي تصميمات الوول سيكشن بتاعة الجزء، اوكي. يبقى انا ربطت التصميمات، يبقى انا وانا ماشي خلاص انا عايز اعرف دي، انا كمهندس في الموقع انا خلاص انا بنيت اهو على الطبيعة. طب انا بنفذ، انا لسه على الارض مفيش حاجة. طب انا مثلا لما جيت وصلت لدي عايز اعرف هتتنفذ ازاي، او عايز افتح داتا ليها بحيث انها تبقى متاحه وافرجها للناس او اطبعها. مجرد ان انا بنكون عاملين لينك كده، مجرد بتفتحه بيفتح لك بي دي اف فايل، بتكون طبعا مخرجه من الكاد او من الريفت، بيشرح لك فيها التصميمات، وبتقدر تقرب وترجع وتعمل كل حاجة هي متاحة وكل المعلومات متاحة على الموقع، تمام يا جماعة. يبقى احنا كده هي دي فكرة الانفورميشن، انا ماشي باخد انفورميشن من كل مكان. طيب لو انا جيت هنا مثلا كده دوست هنا، دي مثلا دي شركة، اوكي. طيب لو انا رجعت تاني عايز اشوف نوع تاني من المعلومات، طب خلينا نروح عند الاستوكاج اللي هناك ده اهو، ده الفاير فايتنج بتاع المشروع، تانك ودي البامبس كده. وهنا لو انا رحت للمكان ده تاني هلاقي ان في لينكات انا اوريدي حاططها بتوصف المشروع ازاي. لو انا جيت هنا مثلا كده هتلاقي في كذا لينك هنا، او مجموعه من اللينكات محطوطه في المكان ده، اوكي. طيب اللينك ده جاب لي تصميمات للتشارج، ما هو او الستيل ستراكشر بتاعها والسيستم، يبقى انا فتحت برضو داتا قدرت اتفرج عليها. انا مجرد ان انا مش اي حاجه عايز اعرف منها داتا باخدها، اوكي. طبعا انا هنا ده مثال، يعني احنا الاستوكاج بتاع افريقيا نعمل له مثلا ان احنا نعمل كل الداتا انها تبقى موجوده على الموديل، انا حاطط له تقريبا 6 شهور عمل، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خلصنا بس الموديل، اوكي. طيب لو هنا ده البلان دو ماس بتاع المشروع اهو، باين فيه كل التفاصيل لانه تصميم هندسي،
طيب هنا برضو دي حاجة بتطلع لنا من البيم اللي هو الفيديو ده. فيديو بيوصف المشروع، اتفرجوا عليه براحتكم كده، فيديو كامل للمشروع برضو، ده معمول من موديل البيم. واحنا رسمنا موديل البيم مرة واحدة وابتدينا كل ما ناخده على بروجرام نستفيد منه استفادة مختلفة. تمام يا جماعة؟ طب اتفرجوا بقى على مستوى الشغل اللي طالع ازا رياليتي. انت خلاص انت بتبني حاجة على الطبيعة، خلاص كأنك بقى. تمام؟ دي طبعا بتساعد على اتخاذ القرارات. يعني لو المشروع ده، طبعا المشروع ده خلص واشتغل، لو المشروع ده لسه في مرحلة البناء، في قرارات معينة بتبقى صعبة ان احنا ناخدها. لما بنشوف فيديو 3 دي زي ده نبدأ نشوف تفاصيل المباني، ممكن تكون حاجة وضعها مش صح، ممكن نعدلها في التصميمات، ممكن يكون مبنى شكله هيطلع، انا اعتقد ان مش المبنى هيطلع شكله وحش، مكان معين لا مش عايزين نعمله لاندسكيب، عايزين نحط فيه ستوكاج معين. طبعا هنا الحاجات الشفافة دي هي الاكستنشن بعد كده اللي هو الامتداد المستقبلي للمشروع. اوكي، فهنا ده شكل البروجكت. طبعا احنا جايبين داتا حقيقية، يعني الداتا دي من البروجرامات هوريها لكم، تقدر تاخد ساتلايت ايمج بالنيفوهات بكل حاجة، يعني تقدر تدخل تشتغل. يعني انا خلاص، انا المشروع مثلا عندي الموقع بتاعه، خلاص انا بدخل عليه وابدأ اشتغل كأني على الطبيعة بس. اوكي، فده مثلا انا عايز اكمل لكم الفيديو اللي بعته، اللي بعده مش هكمله، بس يعني ده عايزكم تتفرجوا عليه للاخر عشان تشوفوا التفاصيل اللي بنقدر نطلعها. انا عايز اقول لكم ان حتى التراك ده احنا راسمينه كليبت، يعني الجروب اللي شغال. طبعا بيبقى في لايبرز الحاجات دي مميزه بطبيعه. التراك ده ليه مواصفات معانا في افريقيا دون تصميماته، واحنا اتبنى اترسم ليه؟ خلاص، ما الموضوع مش مباني بس، بتعمل ميكانيكال، بتعمل اي حاجه. طيب نكتفي بكده على الموديل ده. طيب الطريقة دي كده هو سيستم اسمه فيرتشوال رياليتي، وده بيبقى فيه داتا بس يعني شكلها جميل شوية. طيب لو أنا بقى بتكلم على الشغل الهندسي، إن أنا راجل مهندس وعايز أخد داتا بقى، رسومات كاد بحيث ان انا امشي على نفس الموديل ده، عايز رسمه كاد اخدها، عايز اي حاجه اي حاجه، لان طبعا بعد ما بنرسم بالريفت انت ممكن تعمل اكسبورت از كاد دروينج عشان تقدمها او از بي دي اف، طبعا على حسب احنا بنحدد الطريقه ايه. لو انا دخلت لكم على بروجرام من ضمن اللوجيسيال اللي احنا بنشتغل بيها على البيم، هو بروجرام اسمه نافيس وورك، وفي محاضرة نظرية بقى هناخد فيها كل اللوجيسيالات وكل واحد بيعمل ايه وحاجات كتير، يعني هتتعبوا من الكلام ده، بس انا مش عايز اكتر النظري في الاول، خلي محاضراتنا شيقة كده ودمها خفيف عشان انا عايز اعلمكم ريفت بجد على نهاية الكورس بتاعنا ان شاء الله. ده مثلا موديل تاني معمول على النافيس وورك. بس المشروع بتاع النافيس وورك مشروع، يعني بص، هو نفس ستوكاج بس دي شركة وينكس مثلا، دي شركة تانية. اوكي، هنا طبعا انتوا شايفين انا بقدر ان انا امشي في الموقع. بصوا انا ثانية واحدة، طيب انا مثلا هنا
لو تلاحظوا انا كل اللي انا بعمله شايفين الرجول المرسومه دي، انا مجرد ان انا بعمل كده انا بقدر امشي في الموقع واتفرج عليه في كل حاجه. طبعا ممكن تلغوا الشخص ده، فيه دي اشكال وممكن تلغوه يعني. المهم يعني احنا بنحطه عشان نعرف سكيل الانسان. احنا بنحط ده ليه؟ عشان لما اقف جنب العربيه كده ابقى عارف ان انا على الطبيعه، لما يقف هنا هتبقى راسه واصله. اوكي، هنا مثلا ده كده، ده شغل هندسي. لو تلاحظوا هنا مستوى الإظهار مش قوي زي البروجرام اللي فات، بس البروجرام اللي فات بقدر آخد منه داتا معينة بسيطة خفيفة، إنما هنا لا، داتا لود. هنا بقدر أحط داتا بقى يعني هتشوفوها. خلينا نمشي واحدة واحدة. هنا برضو ده الاستوكاج أهو، أهو لو أنا مشيت مثلا كده شوية، لو أنا مشيت هنا يطلع السلم، هو ده ليه جرافيتي معينة ماشي في الموقع. طيب بصوا هنا، انا جيت مثلا هنا عند الفاير تانك اهو مثلا. طيب الفاير تانك ده اسمه تي كي 601. طب لو انا ضغطت عليه كده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. اداني بي دي اف فايل. شوفوا هنا بقى مستوى الداتا، هناك كانت صورة حاجات بسيطة كده، لا انت هنا تدخل على مستوى داتا تاني، داتا شيت. مظبوط، تمام. احنا دايما بنشبه النورتون، يمكن هو او النافيس وورك، سوري، دايما بنشبه النافيس وورك ان هو بروجرام عامل زي الكالكوليتر، زي الاله الحاسبه. انت بتدخل تشتغل عليه، تحط عليه. ما هو مش مهتم قوي بالريندرنج او بانه يدي لك رياليتي قد ما يدي لك داتا، فهو بيجمع لك الاثنين على قد ما يقدر. ليه؟ لا مش لان البروجرام ده مش عارف يعمل ريندرنج او مش عارف يدي لك مستوى من الاخراج كبير، بالعكس. بس هو الموديل لما بيدخل هنا بيبقى ليه طريقه تانية من الحسابات، بحيث ان هو يبقى خفيف تقدر تتعامل معاه بخفه، لان لما بتبني مشروع كبير بيبقى تقيل قوي، بيبقى حاجه ضخمه قوي. البروجرام ده متصمم على انه يدي داتا قليله على الريندرنج اللي هي بتاخد مساحه كبيره من الرام، ويركز على الداتا اللي هي الأساسية الهندسية. فبدل ما يبقى أنت عندك بلاكار في الشانتيو حاطط فيه رسومات، أو عندك الرسومات بتاعتك متنظمة على دوسيه معين على البتاع، لا أنت كده بتمشي، حتى الناس اللي بيتعاملوا معاك بيبقوا فاهمين أنت بتتكلم عليه. أوكي؟ فمثلا هنا يعني لو إحنا هنا خلينا نروح مثلا على المبنى ده. ده مبنى إداري، ده المبنى الإداري بتاع الموقع. طيب أنا عايز أشوف تصميمات المبنى ده، بسيطة، أقوم ضاغط عليه كده باتيمو بيرو، دي البي دي إف ودي الكاد. عايز تشغل الكاد؟ مفيش مشكلة، شغل، هيشغل لك برنامج الأوتوكاد ويفتح. تمام؟ عايز تشوفها بي دي إف وتطبع على طول؟ هتضغط على دي اللي هي بيرو 1 على 2 3 اللي هي متصنفة. طبعا الانترفيس دي انت بتعملها بقى بالطريقة اللي انت عايزها، يعني ايه يعني ما بتبقاش هو هنا الكاد، الكاد ابتدى يفتح. تمام. فطبعا هي الفكرة في ايه؟ الفكرة انك بتحط معلومات على قد ما بتقدر. يعني هنا مثلا لو دخلنا جوه البامب روم مثلا بتاعة الفاير، لو انا مثلا جيت هنا كده حبيت ادخل جوه دي. هو بيجي هنا طبعا لقى وول، فالوول بتفض، فاحنا بس هنخليه يعدي ونرجع تاني كده كده هيعدي كده، دخل جوه البامب روم. خلينا نرجع تاني الفيجن. تمام، دي البامب روم اللي هي بتاعت المشروع. اوكي، طيب البامب روم دي هو عايز يعدي من تحت، مش لازم. تمام، طيب البامب دي مثلا عايز اعرف الداتا بتاعتها، مجرد ما تضغط عليها كده هتفتح لك البي دي اف فايل بتاعها اهو، وتدي لك الداتا بتاعت البامب القوة بتاعتها. ودي حاجات على فكرة مهمة جدا للناس اللي شغالين هنا. اوكي، فهي دي فكرة المخرجات اللي بتخرج، بحيث ان انت
الكلام ده بيساعدك على تنفيذ المشروع وبيساعدك على انك تشتغل في المشروع. ويمكن انا سألت على الناس اللي بتشتغل في الشانتيو، لان اكتر ناس تعرضوا لمواقف وما كانش ليها حلول وعطلت شغلهم هم الناس اللي بيشتغلوا في الشانتيو. دايما بيقولوا على المهندس الديزاينر اللي في المكتب دايما اللي في الموقع بيحسده، يعني يقولوا احنا بنسميه الموقع يعني الشانتيو، تمام؟ دايما اللي في الشانتيو بيحسدوه، بيقول لك ان دايما الناس اللي في المكتب دول عايشين في رفاهية، واحنا هنا قاعدين في الشمس وطلعنا عينينا وهم مش حاسين بينا، وعطوا لنا تصميمات غلط واحنا اللي بيطلع عينينا والكلام الفارغ ده. انا راجل اشتغلت مقاول 15 سنة، وكنت بصراحة بحقد على الناس اللي بيشتغلوا في حقد ده في البيت، لان هو قاعد يرسم في خطوط هو مش فاهمها. كتير من الناس، معلش ما بقولش كلهم، يعني في مهندسين كتير او في ناس كتير بيقعدوا يرسموا كده فما يعرفش ان كل خط ليه خط بيتعمل ليه معنى. احنا في الموقع لازم نفهمه الخط ده معمول ليه، فتلاقي حاجة تيجي تفهمها بتعمل RFI على ما يردوا عليك، يردوا بعد اسبوعين، يجي تاني مش عارف تعمل ايه، تلاقي عطل. طب العطلة دي فلوس. طب انا مثلا عندي شنطير لو اتعطل لوقت معين عشان الكوردينيشن ده، انا عندي مرتبات الناس شغالة، عندي لو كاري معدات شغالة، لو عندي مصاريف، لو عندي ماتيريال جاية مستوردة والمفروض ان انا في ماتيريال في موقع استخدمها عشان الماتيريال المستوردة دي تحط مكانها، فالماتيريال دي هتيجي والتانية ما كنش لسه استخدمتها فاضطر اكري لها مخازن خارجية. فبتشوفوا تكلفة المشروع بتزيد ازاي يا جماعة، بتزيد بحاجة. يعني ايه الحاجات اللي هي اللي انت، عشان كده دايما احنا بنقول للمهندس المكتب ده لازم يعني هو اللي بيسنجح المشروع او يعمل. ما تستهونش بانك مهندس في المكتب بتعمل تصميمات، انك انت ممكن في وقت معين تبقى مزنوق فتعمل اي حاجة وتطلعها. كتير بتحصل يعني كتير، لك ده لازم يتسلم النهارده، فاللي بيخلص بيتسلم. اللي بيخلص بيتسلم ده كنا بنعمله في الكلية زمان، انما اللي بيخلص بيتسلم اللي انت بتخرجه ده في ناس بتتدبس فيه، ماشي؟ فلازم يكون عندك القدرة ان انت تطلع حاجة مفهومة حتى لو الشغل مش كامل، اوكي؟ فدي يمكن المشاكل اللي كانت دايما بتحصل لنا من عملية الكوردينيشن في الموقع. نهاية يعني هنقفل النافيس ورك خلاص كده، خليه واقف كده، هو فتح الكاد اهو لما ضغطنا على الداتا اهو فتح لنا الكاد. دي تصميمات المبنى اهي، اوكي؟ مش بقى تقعد تدور وتعمل، وممكن في وقت معين بعد سنتين الناس بتنسى اماكن الفايلات، يعني حاجات كتير بتحصل غريبة يعني بتحصل لك غصب عنك. تلاقي مثلا ان احنا مثلا كانت حاجات بتحصل لنا في المينتنس لما كنا مثلا، ودي بتحصل في المستشفيات كتير هوسبيتالز، ان بيبقى فيها سيستمز صعبة شوية متداخلة مع بعض، لدرجة ان لما بيبقى مثلا المستشفى دي عبارة عن تاور، لما كنا بننزل في البيزمنت في الاكاف او السوسول كنا بنلاقي كل التوصيلات دي نازلة تحت. كنت لما تكشف البلافون مثلا وتبص فوق وما تشوفش البيتون، يعني في حاجات كتير داخلة. فكان بيحصل لنا ساعات ان احنا مثلا بيطلع جهاز اكس راي جديد او اشعة، يعني عمل اشعة جديد، فمحتاجين نشيل القديم ونركب الجديد. طب ده هو مش حاجة زي ده بتيجي تحطه، لا ده ليه متطلبات في الالكتريستي، ليه متطلبات في السيركيوليشن يدخلوا منين ويخرجوا منين، ليه متطلبات في الفاير فايتنج، بيبقى ليه متطلبات جديدة. فالمتطلبات دي لما بتيجي تعملها لازم تراجع السيستم القديم. كنا ندور على مراجعة السيستم القديم ما نلاقيش، كانت بتبقى التصميمات ضايعة، يعني كان كتير في مباني قديمة كنا بنلاقي تصميماتها مش موجودة، يا إما بتدخل في وسط فايلز كتير وما بتلاقيش نتيجة في الآخر. طيب فطبعا لما يبقى عندك موديل زي ده هتقدر إن أنت تاخد الداتا منه بسهولة، صح ولا لأ؟ تقدر توصل لأي حاجة، يعني أنت مثلا عندك حاجات مدفونة جوه الوولز عن طريق المبنى ده،
تمام. فالأطفال أحباب الله، ما نزعلش، هو تلاقيه يعني يشتغل، هيطلع مهندس شاطر. فالمهم إحنا بنتكلم إن لما يبقى عندك موديل زي ده، فتقدر إن أنت تاخد منه داتا، وتقدر إن أنت تبقى الداتا متاحة ليك في أي وقت، فالموضوع بيبقى سهل بالنسبة لك وبتتعلم منه حاجات كتير. طيب آخر حاجة هدخلكم فيها عشان ما نطولش في الموضوع ده، هي برزنتيشن تاني. حللنا مشاكل كتير مع العملاء بتوعنا. نوع من البرزنتيشن طلع لنا من إيه؟ من البيم. زي لو إحنا مثلا جينا هنا مثلا، هوريكم مشروع إحنا عملنا له موديل أول ما خلص التصميم المعماري. كناش لسه عملنا اي حاجة، يعني مجرد التصميم المعماري خلص او الفكرة المعمارية اتعملت، فعملنا موديل ليها بحيث ان احنا نفرج الكلاينت عليه ويبدأ يدينا رأيه، ويبدأ يشوف اذا كان هيعدل ولا لا والكلام ده. فده الموديل مثلا اللي اتعمل له في الاول. ده كده المشروع بعد ما جاله، يعني بعد ما استلمناه من المعماري. احنا مجرد ان احنا حاطين المباني كتل من غير ديتيلز، يعني مجرد ان احنا بس عشان تحجز مكانها، لان كان الهدف من الشغل ده هو ده مشروع في بسكوره، هو هنا بيتعمل في كازابلانكا حاليا بيتنفذ، يعني هم حاليا بينفذوا المبنى ده، وتقريبا الرودز كلها خلصت يعني تقريبا. يعني انت لو مشيت من جنبه، هو بعد الطريق السيار في بترومين اللي هي فيها في طريق المطار دي، هو في وانت طالع من طريق السير من هنا بيبقى هو على يمين. تمام. ده فيه عبارة عن هوتيل وشروم للسيارات وكم مبنى إداري. اوكي. فكان أهم حاجة في الأول إن احنا نشوف الانفرا وورك والسايت وورك واللاندسكيب، الحاجات دي كلها، ونشوف هنتعامل معاها ازاي، لان الموقع كان فيه مكان عالي ومكان نازل، فلازم نشوف هنتعامل مع الكلام ده ازاي. فده اول فيديو اتعمل. فحتى السيكونس بتاع الشغل في المشروع ده كان البداية هنشتغل في المبنى ده، بعد كده الفندق، بعد كده المبنى ده، بعد كده الثلاث مباني. يعني هما بيبنوش الموقع كله مرة، هما بيشتغلوا مبنى مبنى. تمام. فهو حاليا خلصوا اللاندسكيب وبيعملوا دلوقتي في المبنى ده، تقريبا خلص الاكسكافيشن وورك. فاحنا عملنا ده عشان نشوف النيفوهات من مدخل الطريق من بره لغايه جوه هنتعامل معاها ازاي. فعايزكم تتفرجوا عليه كده. يمكن دي محطوط لها ديتيلز زياده شويه، لان كمان هنشتغل فيها، كنا هنبدا نشتغل فيها اوريدي في الاستراكشر بقى، وفي الام اي بي وفي الكلام ده، فلازم بنعمل الموديل مستوى عالي شويه. ما هو الموديل لما بتعمله ما بتعملش مره واحده، قوي بتعمله بالتدريج، يعني بتحط فيه داتا قليلة، بعد كده بتزود الداتا، بعد كده بتعمل رينجر، الكلام ده. فنشوف مثلا حاجة زي كده. ده كده لو تلاحظوا كل طريقة همشي عليها أنا كاتب بيكتب النيفو بتاعه. يعني بص هنا كل تغيير في النيفو تلاقيه بيكتبه. ليه؟ انا كمهندس لما هفرد الشيتس قدامي هقدر افهمها، انما طب العميل بتاعه هو ذنبه ايه؟ هو مالي؟ احنا بنقابل عملاء كتير ما بيفهموش في الرسومات الهندسيه، هو مش مطلوب منه، هو مطلوب منه فلوس عشان يستثمر. تمام. وان هو يضمن ان فلوسه دي ماشيه في اتجاه سليم عشان تجيب له زي. اوكي. هو ده تفكير المستثمر، مش عايز حاجه تانيه. هو ما بيحبش حتى الرسومات، بجد ناس كتير قوي الناس اللي كنا بنشتغل معاهم محبش اصلا يشوف الرسوم، محبش خالص، بس يشوف حاجات زي كده تديله داتا يبقى عارف ان هو ماشي في طريق مظبوط او مش مظبوط فيغير. اوكي. فحتى دلوقتي اوريكم الفيديو بتاع ممفيس، واوريكم مفاجأة ان الفيديو ده بعد ما اتعمل مدير الشركة قرر يغير المبنى الاداري لان شكله مش عاجبه، مع ان كان
المبنى ده معمول من سنة وكانوا موافقين عليه. لما اتحط في السياق بتاع المشروع شكله ما عجبوش، قال لا المبنى ده شكله وحش غيروه. طيب تخيلوا بقى لو كان المبنى ده اتبنى وكان اكتشف ان شكله وحش بعد ما اتبنى، صح ولا مش بتحصل؟ انا حصل لي مره في قطر. في قطر هم الناس تفكيرهم مختلف عننا احنا في مصر وعن المغرب شويه، لان هم فلوسهم كتير قوي، يعني هم ما بيهمهمش موضوع الفلوس، موضوع الفلوس ده ملغي، هو يهمه ان هو يعمل اللي في ايده. انا في قصر بنيته خلصت الايتاج الاول ودخل يتمشى جواه ما عجبوش، قال لي لا هد مش عاجبني التصميم. طب قال لي لا هد هد هدفع ثمن، هيدفع ثمن الهد ويدفع ثمن البناء. لك ده الغرف مش عاجباني. هو بيقول الكلام ده ليه؟ راسه بتروح على جيبه وبتروح على حسابه في البنك، ما عندوش مشكله. انما انا لما هاجي مثلا اعمل حاجه زي كده، لو انا مبني في نفسي راسي هتروح على جيبي، تروح على حسابي في البنك، اقول لا خليه كده خلاص، صح ولا لا؟ فهي العمليه ايه؟ عمليه ازاي بتخلي الناس توصل للداتا وتحصل. طيب هنا حتى احنا دخلنا اهو في الشروم وابتدينا نتجول جواها اهو. هوريكم الشروم دي بعد ما خلص التصميم بتاعها بالكامل وعملنا لها موديل تاني بقى شكلها عامل ازاي. في حاجات بتتطور، تمام؟ طيب نقف لغاية كده، نروح على الفيديو التاني اللي هو بيدخلنا بعد كده على المشروع او اول مبنى احنا خلصناه. ده طبعا لو تلاحظوا اول حاجه بتبان اهي ان ابتدينا في داتا اتحطت جديده على المبنى. يعني هنا لو تلاحظوا ده طبعا المباني دي زي ما هي خلاص، احنا خلاص ده امرها منتهي. المبنى ده هو اللي احنا اشتغلنا فيه في الاول، فابتدينا نحط عليه الداتا اللي ايه تمام. انا ما بعرفش اركز لو حد بيتكلم خلاص والله بقوم بعد اذنكم نصبر شوية حتى عشان ما تأثرش على زمان. معلش أنا آسف. هنا لو تلاحظوا المبنى ده ابتدى يتحط عليه داتا، نوع جديد من الداتا. النوع ده عبارة عن التصميمات اللي عملها المهندسين وابتدت يتعمل لها موديلنج، فابتدت تظهر معانا هتبقى ازاي على الطبيعة، تمام؟ فلو تلاحظوا هنا أول حاجة ظهرت لنا في الروف التشيلرز بتاعة الكليمة ووحدات الديسنفوماج والداكس اللي طالعة من تحت من البيزمنت ووحدات الإضاءة هي المتصممة والبلافوند. ابتدى بقى يظهر معلومات جديدة، تمام؟ تبدأ توري للعميل هو المبنى هيبقى عامل إزاي؟ إيه الحاجات اللي مدفونة وإيه الحاجات اللي هتظهر؟ هل الحاجات دي هيحتاج يعمل لها حاجة تخفيها من فوق؟ هل الشكل ده كويس؟ هل هيشوفه من تحت؟ كل الدراسات دي بنبدأ نعملها وبنبدأ ناخد داتا معينة عليها وبنبدأ نشتغل عليها. فلو انت بتوري الكلاينت بتاعك حاجة زي كده انت تستريح. ليه؟ لأن لما الكلاينت بيبقى مستريح انت كمان بتستريح. زائد ان هو هيثق فيك، هيعرف ان خلاص هيبقى مرتاح وهيبقى عارف ان المبنى اللي الارشتكت ده وراهوله واللي شكله حلو لما يتنفذ بعد ما تتحط كل التصميمات مش هيضطروا يعدلوا حاجه فيه عشان ينفذوا الداتا الجديده. هنا لو تلاحظوا احنا الاول اهو بنشوف حاجه زي كده، بعد كده بنتنقل على ايتاج تاني. هتلاقونا مثلا دخلنا في الايتاج اهو، في دو ايتاج إداري أهو، تمام؟ حتى يعني توزيعات الإضاءة دي زي الديزاينر بالظبط، حتى حاطين اللاكس بتاعها عشان يبقى تقريبا يدي نفس الإضاءة. فهي عملية اختبار لكل حاجة، أوكي يا جماعة؟ هنا لو تلاحظوا أنا بطلع فوق البلافون هنا عشان أشوف في إيه فوق، إيه التوصيلات اللي موجودة فوق، بوريهم إن كل حاجة معمولة، يعني كل حاجة اتحلت تاني. محطوط السيستم زي ومتركبه، يعني الشكل اللي انا مديه لكم من تحت ده، لا انا مش فوق لسه، لا انا عامل كل حاجه ومغطيها وما حصليش مشاكل. هنا طبعا الشوروم بعد ما خلصت هنا
هتشوف طبعا احنا يعني جايبين محاكاة للسيارات تكون شبه نفس السيارات اللي بتاعت. حتى الشركة اللي هي بتاعت العرض جبنا منها الفيديوهات بتاعت شركتها بحيث ان نحطها، هو يعني انت بتشوف حاجة كأنها طبيعية. تمام يا جماعة؟ فدي مثلا نتيجة للكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. من ضمن الحاجات بقى اللي هنشوفها لو احنا مثلا دخلنا على الاتجاهات اللي فيها خدمات، زي مثلا حاجة زي كده زي السوسول ده، مكان مثلا اللي هو ورشة الصيانة أو ورشة صيانة السيارة. تمام؟ لو تلاحظوا هنا الداتا كلها باينة. طيب أنا لو يعني بصوا هنا، هنا ده الشكل الحقيقي اللي هيظهر. طيب هنا بص احنا صادفنا مشكلة، في بقى فلاشات ابتدت تظهر. لو حد منكم سمع على البيم هتلاقي اول حاجه بيتكلموا فيها الناس لما بيقولوا البيم يقول لك الكلاشات، ازاي بيعمل الكلاش ديتكشن. واحنا بنسمع الكلاش ديتكشن ده، فكره الكلاش ديتكشن ده ايه؟ ان التعارضات ما بين السيستمز وبعض. يعني انا مثلا اللي عمل التصميم بتاع التيوبات دي هو تصميم الفاير فايتنج او الانسون دي. تمام؟ واللي عمل التصميمات بتاعة الديسنفوماج ده الضغط ده هو المهندس الميكانيكال. تمام؟ او الكليمة. فدي تصميمات ودي تصميمات، لما بنيناها لقينا ان مفيش كوردينيشن ما بينهم، المفروض ان ده يعدي من تحت ده ويعدي من فوق، انما ما يعديش كده. تمام؟ وابتدينا لقينا في بايبس معدية جوه اعمدة بيتون، يعني كوتو هتلاقي في بايبس معدية جوه، وده مش صح. فالحاجات دي طبعا احنا بناخد ليها داتا وبنبعتها للمصممين بحيث ان هو ايه، نقول له انت عندك هنا مشكلة في المكان ده. تمام؟ بنصورها له في النوع، احنا بنعمل الكلام ده جوه النافس ورك اللي انا كنت فاتحه. مجرد ما توصل المكان ده، الراجل اللي بيمشي اللي انتوا شفتوه ده، مجرد ما يوصل المكان ده ويشوفها، مجرد ما بتصورها بيدي لك داتا من تحت. ايه هي الداتا؟ يقول لك مثلا انت طبعا لما تيجي ترسم مبنى تحط الاكسس بتاعته، ايه اللي هي اي بي سي و1 2 3 الاكسس. تمام؟ هو مجرد ما تصور الصور دي كاتب لك التقاطعات ما بين الاكسس في الحته دي وحاططها له، بحيث ان ايه، ان اول ما توري له الصوره دي ويشوف الاكسس على تصميماته يبدا يشوفها. اوكي؟ فيبداوا يعدلوا الحاجات دي مع بعض، يبداوا يعدلوها مع بعض وياخدوا في الاخر داتا مظبوطه، او يبداوا يتعاملوا مع بعض، يبقى في كوردينيشن ما بينهم. ففكره الكلاش ديتكشن في ناس كلها بتقول لك ايه، بتقول لك احنا بنعمل التصميم وبعد كده ندخله على النرتل نعمل كلاش ديتكشن، النافس ورك نعمل كلاش ديتكشن. لا، الكلام ده غلط، احنا في شغلنا ما بنعملش كده. احنا في شغلنا وانا شغال بنبقى شايفين بعض من اول المشروع، بيبقى في سنترال فايل. سنترال فايل ده كل الناس اللي شغاله شايفاه، موجود على الكلاود، كل الناس اللي شغاله شايفاه، اي حد بيحط خط الناس كلها شايفاه، فبنقدر نتعامل مع بعض. اوكي يا جماعه؟ وهنشوف الكلام ده على الحقيقه، يعني هنشوفه مع بعض في المشاريع دلوقتي. تمام يا جماعة؟ طيب خلينا دلوقتي نشوف حاجة تانية. حاجة مثلا اللي هي صعب رسمها بالطرق العادية. يعني موقع مثلا كله جبال وأنا عايز أرسم فيه المشروع بتفاصيله زي ما هو بالظبط، حاجة فيها يعني موقع فيه كله ماونتين وحاجات طالعة ونازلة، وانا بعمل بروجكت في المكان ده، بيبقى على الصعب على المعماري ان هو يعمل موديلنج للجزء ده. فلو انت شفت مثلا ده مشروع تاني في الحسيمه، المشروع ده معمول في وسط جبال وكان الارشيتكت عنده مشكله، لان فكره مشروع مبنيه على النيفوهات، ان في حاجات طالعه ونازله وفي حاجات بتعدي من تحت حاجات عشان ليفل معين، وبيتعامل مع الموقع على طبيعته. تمام؟ فكان من الصعب جدا ان هو يعمل موديلنج بالطرق المعتاده، كان لازم ياخد نجيب له الايمج دي من الساتلايت ونبدا نتعامل مع الموقع از ات از، نبدا نشتغل عليه. فدي مثلا نتيجه طالعه
مشروع معماري. تمام، كل حاجة محطوطة في الموقع ده متصممة، حتى اللاندسكيب، حتى نوع الأشجار، كل حاجة محددة بشكلها بلونها، كل حاجة معمول لها ترسم. تمام، فأنت بتقدر توصل داتا معينة من الصعب إنك توصلها بالطرق المعتادة. أوكي، في مشروع تالت معمول جوه البحر، يعني هنا مثلا ده ميناء للبترول معمول في جيبوتي. ده عبارة عن إيه؟ ده كده المشروع. طيب هنا لو تلاحظوا في الجزء منه، يعني هي منصة موجودة على في داخل البحر، هي طبعا الحاجات اللي زي اللي تكون داخل، لأن السفن بيبقى ليها عمق معين، فدي مثلا حاجة. معمولة داخل البحر بالديتيلز بتاعتها، ازاي ان احنا قدرنا نجيب الداتا بتاعت المكان ده بالشكل ده عشان نبدأ نحط عليها كل المعلومات، ونبدأ نعمل الكلاش ديتكشن ما بين كل الحاجات اللي موجودة دي عشان نطلع المشروع بالشكل ده. كانت البيم جوب بتاعتنا. تمام، طيب لغاية كده كان الهدف من المقدمة دي بس انكم يعني تبقى عارف انت ممكن توصل لإيه في شغلك عن طريق استخدام السيستم، عشان بعد كده يبقى عندك القابلية او عندك الدافع ان انت تدرسه وان انت تهتم بدراسته. اوكي، نبدأ بقى في الايه، في الشغل العملي. وهو تعليم الريفت، أكيد كلكم سمعتوا عن اللوجيسيال أو البروجرام اسمه ريفت. ده بروجرام خاص يعني لو أنا فتحت لكم برزنتيشن نشوف توزيع الأدوار بيجي إزاي ما بين الأعمال. لو هنا مثلا طيب لو احنا هنا، هو دي مكتوبه بالانجلش والفرنش، يمكن تكون مفيده بالنسبه لكم. انا الداتا دي هحطها لكم على الجروب ان شاء الله بعد كده. هنا مثلا دي مفروض البيم سوفت وير بلاتفورم، يعني ايه السوفت وير اللي انا بحتاجها لعمل البيم. تمام، اول حاجه في حاجه اسمها اي سي كوليكشن، ودي عاملاها شركه اوتوديسك.
أولها بروجرام اسمه أوتو ديسك ليفل. ده البروجرام ده وظيفته إيه؟ وظيفته إن هو بيبني الموديل، هو ده اللي أنا عن طريقه ببني أو بعمل بيلد للموديل. بعد كده عندي النافس ورك اللي أنا فتحته لكم، ده عبارة عن إن أنا بتجول جوه الموديل وبعمل الكلاش ديتكشن وبعمل الكوانتيتيز وبعمل حاجة اسمها ال 4D وال 5D سيميوليشن، ودي برضو هنشوفها مع بعض. في بعد كده الاوتو ديسك انفرا ووركس، ده هو الانفرا وورك بتاع الريفت، يعني لما تيجي ترسم في ال دي هترسمه على الانفرا وورك. طبعا انتوا بتدرسوا الكوفاديس تقريبا، هو ده الشغل بتاع الكوفاديس، بس احنا الموازي ليه في البروجرام هنا اسمه سيفل 3D. بننقل شغل الكوفاديس نحطه على كتروا دي جوه الانفرار، يعني الشانتير اللي انتوا شفتوه ملخبط ده اتعمل في الانفرار. يعني خدنا صورة، يمكن هوريكم حاجة، ما ان انا ما فتحتلكوش الانفرار، هوريلكم حاجة معمولة بالانفرار على اساس تعرفوا ايه وظيفته، لان اعمال الفي ار دي كله سواء رودز سواء اكسكافيشن او اي حاجه انتوا عايزاها بتتعمل في الفي ار دي، والجسور والسدود والحاجات دي كلها، كل ده بيتعمل جوه، والسينسمو كل ده بيتعمل جوه الانفرا. فالانفرا ورك عباره عن بروجرام بالشكل ده، انت مجرد ما بتشتغل عليه بيفتح لك زي ما تقول كده جوجل ماب كده، وبتبدأ تختار المكان اللي انت هتشتغل فيه. فمجرد ما تختار المكان بيبدأ يجيب لك ليه تروا دي بالشكل ده، يعني بيبدأ يحسبه لك ويجيبه لك انت تروا دي بحاجة زي كده. فلما بيجي لك الشكل ده بتبدأ تتعامل معاه، بتبدأ تتعامل مع الموقع قدامك على الداتا اللي هو مديها لك، وبتقدر كمان تطور الداتا. يعني مثلا لو انت واخد شانتيو مثلا، هو هنا بيجيب لك النبوات بتاعته، بس بيبقى فيها نسبة خطأ شوية، ما بتبقاش دقيقة 100%، بيبقى فيها نسبة خطأ ساعات بتوصل ل 25%. لو انت عندك توبوجرافي عامله من الشانتيو تقدر تحطه وتعدله جواه وتشتغل عليه، تمام؟ فبالتالي هو بيبقى فاميليار معاك، وبيبقى الموضوع بالنسبة لك مفيد ان انت تشوفها برضو التروا دي، وتقدر تعمل دراسات كاملة على شغلك التروا دي، وتطلع منه فيديوهات كمان توريها للعميل. دي فكرة الانفرا ورك. يبقى احنا عندنا البيلد بيتم عن طريق او في البيم، البيلد فور بيلد موديل بيتم عن طريق تو بروجرامز. First program is Revit. Second program Revit for building. Second program InfraWork for VRD or infrastructure. Okay. هنفتح كده الموديل ده ونبدأ بعد كده نكمل، نشوف بعد كده نكمل اللوجيستيالات. فخلاص هنا الاوتوديسك انفرا ورك اهو ظاهر معانا، ده اللوجيستيال التالت. بعد كده عندنا في حاجه اسمها بلاتفورم بيم 360 او ترواسون سوسون. ده البلاتفورم ده عباره عن مكان على الكلاود مخصص لوضع، بص يا جماعة أنا مش عايزكم تكتبوا، هقول لكم على حاجة. إحنا في الشغل بتاعنا ما بيعتمدش على الكتابة، وما تركزيش إنك تكتبي قد ما تركزي إن أنت تفهمي الموضوع، أوكي؟ أي داتا من دي أنتوا هتطلبوها مني هبعتها لكم مكتوب، يعني من غير ما تتعبوا نفسكم. أنا كل اللي يهمني دلوقتي، لان الشغل بتاعنا ده معتمد على انك تبقى مركز فيه، وانك انت تبقى عايز تتعلمه، هتتعب في تعلمه، بس لازم تتعب بقى بنظام، مش بعشوائيه. في تعب بيجيب نتيجه، وفي تعب ما بيجيبش نتيجه.
فالكتابة تعب ما بيجيبش نتيجة. جربه، فكر فيها كده، هتلاقيها أصلا. أوكي؟ أه، اللي بيجيب نتيجة إنك أنت 10 كلمات بيتقالوا افهم منهم كلمتين، ده اللي يهمك. ما تزعلش، هيتعاد الكلام تاني وتالت ورابع وعاشر لغاية ما تعرف. أوكي؟ فأنتوا ما تقلقوش من الموضوع ده، أي حد في الجروب هيحتاج مني دوكيمنت أنا هديهوله. أوكي؟ طيب، البيم دوكيمنت، احنا في البيم 360 بنشتغل بلاتفورم، هو عباره عن بلاتفورم على الكلاود بيتحط عليه البروجكت والناس كلها بتاخد الداتا منه او بتحط الداتا عليه. تمام؟ ندخل في تفاصيل، بلاش تفاصيل دلوقتي. ليه؟ لان التفاصيل مش هتجيب نتيجه دلوقتي، يعني لما تشوفوها عملي هتبقى سهل. اوكي؟ فدول اللي هو البلاتفورم ده هنعرف ازاي نستخدمه بعد كده. واعتقد دي اللوجيستيالات الاساسيه اللي احنا بنشتغل عليها. بعد كده في لوجيستيالات تانية بتدخل بقى تعمل لك برزنتيشن، تعمل لك حاجات زي اللي احنا شفناها دي. دي حاجات بقى انت بتاخد الموديل، دي حاجات ملهاش نهايه، يعني ما اقدرش اعدها لك، مفيش منها. ده مثلا هي شكل اهو طلع لنا من بعد ما بناخد الداتا بيطلع لنا حاجة متصورة بالشكل ده، جايبه لك المكان بتاعك اهي. تمام؟ تقدر تشتغل عليها وتعدل فيها. ساعات بيبقى محطوط ديمو للمباني كده، وساعات لا، على حسب الداتا اللي البروجرام حاططها. اوكي؟ طيب، كده يبقى الجزء الأول من محاضرتنا خلص، اللي هو بداية الدخول للبيم. الجزء الثاني من المحاضرة شغلنا النهاردة هنبدأ نتعلم ازاي نتعامل مع البروجرام الريفت، وده أهم بروجرام في الموديل.